أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها، أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار معلش يا رحمة اني عديت عليكي في الشغل، يعني كان لازم الحقك قبل ما تروحي. في يا سماح؟ انت زعلانة مع شريف ولا ايه؟ ممكن نقعد في اي حتة شوية؟ نقعد بس عايزة افهم. لما نقعد هفهمك يا رحمة. ماشي يا باشا، ان ترك بطيء شوية. اه باشا، لقيته كله موجود يا باشا. انا ارشيف. باسم مين؟ دي بطاقة واحدة ست. اسمها ايه؟ ساكنة في شارع 256. يا عم خلص، اسمها ايه؟ ايوه ايوه جالك في الكلام اهو، اسمها سماح احمد الليسي. سماح مرات شريف. كده انا يا باشا اكملت مهمتي معاك على اكمل وجه، بقيت حق يا باشا وخالتي وخالتك. انت متاكد من الاسم ده؟
التاب ما بيكدبش يا باشا، كله متقيد. طب لو جبت لك صاحبة الاسم ده هتعرفها؟ لا لا يا باشا، اعرف مين يا باشا؟ يا باشا دي دايرة كبيرة ولف على بعضيها ملهاش مخرج. ايوه بس انا لازم اتأكد. باشا مش انت قلت تعرفها؟ روح لها انت يا باشا بقى صاحبة الشأن دي واسألها ما بينك وما بينها، وخليها علينا من الموضوع. لو طير من المصلحة ممكن بقى بقية المصلحة. خد بس لو عاوزتك هتلاقيني يا باشا، بس فرضاني ها من غير حكومة. Myself to arrange everything with the company there. Yes, it will be better. Okay, how many groups are we talking about? About 8 during the year. 8. That's very good. I think we should take a lunch break for now. My assistant will take you to a very nice Egyptian restaurant. I'm sure you'll love the food. Okay. Have fun. هو سؤال وعاوز اعرف اجابته حالا. مراتك عاوزه تخرب بيتي ليه؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. انا اتغضبت كتير قوي قبل ما اجي واكلمك، بس مش لاقي حل تاني. من غير مقدمات واحنا غرب عن بعض يا سماح؟ انا عارفه ان احنا مش غرب يا رحمه، بس ما كنتش حابه اتكلم في حاجه زي دي وافتح الموضوع ده واشغل لك بالك بيه يعني. بس انا وترتيني على فكره. ما تقولي يا سماح في ايه؟ قبل ما اقول لك عايزاك توعديني ان اي حاجه هنتكلم فيها تبقى سر بيننا وبين بعض، وخصوصا ادم جوزك ما يعرفش عنها حاجه. طب اعرف الموضوع ايه؟ اوعديني الاول. اوعدك يا ستي. اتفضلي قولي بقى. شريف يا رحمه. ماله شريف؟ بيخوني. بيخونك؟ مستحيل. ثانية واحدة. ايه؟ مش عارف رقم مراتك؟ ده مش رقم مراتي، ده باسمها. انا اتاكدت منه. الرقم ده انا عارفه. الرقم ده في واحده كلمتني عليه، قالت لي انها معجبه بيا، وقالت لي انها عارفه اني متجوز، وعارفه كمان اني مصاحب على مراتي، وهددتني، قالت لي لو ما اتكلمتش معايا انا هقول لمراتك. انت هتصيح عليا؟ والله ابدا. انا حاولت اعرف مين صاحبه الرقم ده بس ما عرفتش اوصل لحاجه. حتى لو زي ما بتقول، ليه بتبعت لي انا الرسائل دي؟ سماح بتشك فيا. عملت كل اللعبه دي عشان عايز تعرف مين في حياتي يا اخي. وانت في حياتك دي ما تبقاش غير مراتي. ادم، ادم، من يوم ما قلتي لي على حكايه النمره اللي بتكلميه منها دي وانا بقول عليكي مجنونه. انت لازم تتعالجي يا سماح. عايزين يعمل ايه يا رحمه؟ شريف ما بقاش طايقني ولا بيقعد مع ابنه خالص، وبين عارفه شريف كويس قوي وحاسه ان في حياته حد تاني. يا ستي ما انت بتقولي ما بيوردش عليكي، يعني الراجل سليم اهو. مش يمكن قفش حكايه النمره دي؟ خصوصا انها ضاعت مني ومش لاقيها. عشان انت عبيطه يا سماح. محدش يعمل في نفسه كده. انت حولتي حياتك وحياته الجحيم. اقول لك على حاجه بس ما تفهمينيش غلط. قولي يا ستي. انا في الاول كنت شاكه. شاكه في ايه وفي مين؟ كنت شاكه فيكي انت. نعم. لا انت اتجننتي بجد بقى. آدم، آدم، أنت يا ابني بطل جنان. يا ابني أنت والله العظيم أنت فاهم غلط. غلط أنك كنت صاحبي يا وسخ. آدم اسمع بس. آدم طب اسمعني وبعدين اعمل اللي أنت عايزه. فور بقول لك لو شفتك قدامي مرة تانية هقتلك. يا ابني اسمع. Thank you.
الو رحمه فين؟ ازاي ما رجعتش البيت؟ المدرسه خلصت والمفروض تكون موجوده بقالها ساعتين. طب خلاص 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 يلا. الو يا بابا ازيك؟ يا ترى رحمه عدت عليكم؟ لا اصلها اتاخرت وتليفونها مقفول فكنت عايز اعرف اطمن عليها يعني. لا 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 مفيش حاجه. يلا سلام سلام. الرقم طلع رقمها هي. هي اللي كانت بتحاول توقعك. والله انا كان قلبي حاسس وقلت لك. هو آدم لازم يعرف الكلام ده. آدم؟ معقولة؟ وراح فين دلوقتي؟ ماله آدم لسهر؟ راح ما عندي. في يا سهر؟ خدي خدي كلمي شريف عايز أقولك على حاجة. ها شريف؟ موبايلي فصل شحن. إيه في إيه؟ جوزك لسه ماشي من عندي دلوقتي ومش فاهم أي حاجة خالص وشكله ناوي على مصيبة. أنا حاولت أوصل لك بس معرفتش عشان كده خليت سهر تكلمك. أهم حاجة أنا رايح وراه على البيت دلوقتي لازم أتكلم معاه الأول. ما تتكلميش معاه خالص يا رحمة إلا ما أتكلم معاه. ماشي؟ رحمة أنا اللي هتكلم معاه الأول ما تتكلميش. طيب أوكي أوكي يا شريف باي باي. مش فاهم منه أي حاجة. بيقول لي ما تقابليش آدم قبل ما يتكلم معاه. رحمة آدم فاكر إن في علاقة بينك وبين شريف لما لقى الرقم اللي بيبعت له الرسايل باسم سماح مراته. سماح؟ وهو هو نفس الرقم اللي كان بيحاول يوقع شريف من مدة. أنا عارفة حكاية النمرة دي، بس آدم ماله؟ ماله بقى الموضوع ده؟ أنت عرفتي منين موضوع النمرة ده؟ سماح كانت لسه معايا وحكيت لي. كانت عايزة إيه؟ فهميني الأول، آدم ماله؟ آدم، أنت بتعمل كده ليه؟ أنا مش فاهم يعني. أنت إيه اللي جابك هنا؟ اطلع بره. أنا هقول لك الحقيقة عشان تستريح وأنا كمان أرتاح. اللي حصل ده فيه لبس أنا مش عارف حصل إزاي بس أنت فاهم غلط. أنا فعلا في واحدة في حياتي. بس استحالة تكون رحمة مراتك. أنت ما ينفعش تفكر فيا ولا فيها بالطريقة دي. أنت اللحظة كنت هتضيع نفسك وهتضيعنا كلنا معاك بسبب تفكير طايش ملوش أي لازمة. خد يا أدم. اقرا الورقة دي هتفهم كل حاجة. بعد جواز عرفي بيني وبين سهر. سهر؟ ايوه يا ادم. هي دي الحقيقه اللي كنا مخبيينها عشان مراته ما تعرفش واللي حتى رحمه نفسها ما تعرفهاش. وبعدين بدل ما الموضوع وصل اللي احنا وصلنا له ده يبقى لازم نتكلم. ما هو مش عشان ننقذ بيت نخرب بيت تاني ملوش اي ذنب في الحكايه كلها. انا مش فاهم حاجه. مراتك كانت لسه عندي لما سمعت الكلام اللي قاله شريف ما استحملتش خدت عربيتها وسابتني ومشيت على طول. وراحت فين؟ معرفش. دور عليها يا ادم. حاول تلحق اللي باقي ما بينكم. بصراحه انت زودتها يا ادم. ادم ادم رجاله عايزه الحرق. Thank you.
لهاش أي أثر. لفيت عليها كل مكان ممكن تروح، وسألت عليها كل بني آدم ممكن تقابله، برضه مفيش فايدة. ما هو من عمايلك السودة وشكك اللي ملوش أي معنى. إحنا يا ابني مش كنا خلصنا من الحكاية دي؟ إيه اللي خلاك تنخور فيها تاني وتفتح على نفسك البلاوي دي كلها؟ ما خلاص يا هارون، أنت مش شايف هو عامل إزاي؟ عامل إزاي؟ زي ما بيعمل طول عمره، يغلط ويرجع يعيط ويشتكي. أنت اللي دلعتيه، فضلت تدلعي وتدلعي لغاية ما عملت منه بني آدم أناني مش شايف غير روحه. جرايا هارون، أنت هتقلب عليا أنا كمان؟ ما هو ابنك زي ما هو ابني، ذنبي إيه؟ ذنبي وذنبك يا هانم. ابننا بيدفع تمن اللي فوتناه له طول عمرنا. أنا ماشي. آدم حبيبي استنى شوية، ما تمشيش وأنت كده. أيوه. طبطبي يا أختي طبطبي. ما خلاص يا هارون، خف شوية. أنا حزين عليه وعلى الست اللي ربنا حطها في سكته. هو البني آدم كده، ما يحسش بالنعمة إلا لما تزول عنه. أنا إن شاء الله أول ما ترجع هفهمها، بس أنا خايف يكون جرالها حاجة. هيجرالها إيه أكتر من جرالها منك؟ أنت يا ابني مستهون بحاجة زي دي؟ يا ابني يا حبيبي، مفيش أصعب من جرح ملطوط إهانة في قلب عاشق. انت بتلعبي معايا انا اللعبه دي يا صباح؟ شريف انا ما انت اتكلمتي باين عليك. شريف انت بتتكلم عن ايه؟ سرك اتكشف خلاص. ادي الرقم اللي كنت عايزه توقعيني منه، اتعرف باسم مين؟ هي رحمه قالت لك؟ يا حبيبتي كمان بتقع بلسانك. شريف انا كنت عامله زي الغرقانه بتتعلق بقشاية، وبين كنت شاكه انك بتخوني وتاكدت خلاص. طب ما تزعليش بقى لما تخربي بيتك بايدك. هي رحمه ازاي تقول لك حاجه زي كده؟ انا ما عرفتش من رحمه، مش رحمه اللي قالت لي اصلا. ما عرفت من مين؟ ما انت بذكائك بدل ما تخربي بيتك بس راح تخربي بيوت الناس. اتكلم عن ايه يا شريف؟ انا مش فاهم. ادم انت مش بعتي رسائل لادم عشان تشككي في رحمه؟ طبعا. ما انت فاكره ان في حاجه بيني وبينها؟ لا يا شريف، انا في الاول كنت فاكره ان في حاجه بينك وبين بعض من اهتمامك انت بيها، بس لما اتاكدت خلاص. وبعدين ادم ايه؟ انا ما عنديش رقم ادم اصلا عشان ابعت له مسجز. يعني ايه ما عندكيش رقم؟ يعني الموبايل ضاع مني. مش فاهم. انا كنت حاطه السيم كارد ده في موبايل صغير وكنت مخبيه في شنطتي عشان انت ما تشوفوش، بس مره روحت ادور عليه ما لقيتوش في الشنطه، ومن ساعتها ضاع. امال مين اللي بيبعت رسائل؟ انا. ايوه انت. انتوا مش اصحاب؟ اكيد قالت لك. صدقني يا ادم ما قالتليش، وانا لو قالتلي هقول لك طبعا. هسيبك كده ليه؟ يعني ما قالتلكيش اي حاجه؟ ما قالتش. ما انت عارف هي كانت حالتها عامله ازاي. يبقى عملت في نفسها حاجه. لا يا شيخ حرام عليك، ما تقولش كده. رحمه عقله، هي بس تلاقيها كانت مخنوقه قالت تبعد شويه لحد ما تهدى. سهر ارجوك يا ابوس ايديكي، لو قالتلك حاجه قوليلي ريحيني. والله يا ادم ما اعرف، ما قالتليش، بس انت لازم تدور عليها. رحت كل حته ما لقيتهاش. دور تاني وتالت وعاشر لحد ما تلاقيها. اهلا وسهلا يا فندم، شرفتي بمتير. ميرسي، الله يخليك. حضرتك هتحجزي كام ليله معانا يا فندم؟ مش عارفه اي حاجه. ممكن اسبوع كويس؟ اوكي. اوكي. في شنط مع حضرتك؟ لا مفيش. طيب حضرتك بس هتمني لنا الاستماره دي. اتفضل. طيب. ممكن بس بطاقه حضرتك عشان املى البيانات عليها؟ حاضر. شكرا. اتفضلي. ميرسي. اسامه وصل لهانم ايديك. شكرا. تحت امرك. الله يسلمك. شرفت. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. شرفتك.
هو انت كنت فين؟ طب ايه بالراحه مالك؟ انا جيت لك مرتين ما لقيتكيش وبكلمك على الموبايل مقفول. فاصل شحن. كنت فين بقولك؟ ايه يا شريف؟ كنت مع ادم. كنت مع ادم بتعملي ايه؟ بندور على رحمه. ويا رحمه فين؟ ما لقيناهاش في اي حته. مش فاهم. طب تعالى فاهم. ماشي. أول لما عرفت إن هو شاكك فيها جن جنونها اتحولت بقت واحدة تانية خالص. أنا معاها حق بصراحة، ده مجنون بيشك فيها. أنا مش أنا لوحدي يعني. ها بس بس بطريقة الكلام، أنا برضه أبص لمرات صاحبي، ده أنتوا عالم ضايع. قلت لمراتك حاجة عن موضوع الرقم ده؟ وقالت إيه؟ قالت لي إنه كان رقمها فعلا، بس لما الموبايل بتاعها ضاع غيرت الرقم والموبايل بالمرة. مش غريبة شوية الحكاية دي؟ أنا قفشت عليها، بس بصراحة كلامها مقنع. أنا اللي بيجنني حاجة واحدة بس، اشمعنى الرقم ده اللي بيبعت رسائل لآدم طول الوقت؟ يا حق آدم يتجنن بصراحة ومخه يشت، دي دوامة ملهاش آخر. حبيبي آدم والله صعبان عليا. آدم ده عامل زي أصلا، لما بيحب بيتجنن. طب يا رب يا حبيبي عمرك ما تبطل تتجنن ابدا. قوم افتح الازازه. طب بالراحه. طيب ايه؟ كده من الكلام ده؟ يلا خلاص سلام. خير يا فندم؟ جت؟ للاسف يا استاذ ادم، مدام رحمه غايبه النهارده ودي حاجه غريبه. ده احنا لسه في الاول وده مش كويس. ايوه بس اصلها كانت تعبانه شويه. غريبه. ولما هي تعبانه حضرتك جيت تسال عليها ليه؟ اصل انا كنت مسافر وهي كانت تعبانه شويه فقلت اجي يعني افاجئها. طب يا ريت تطمني عليها وتقولها تجيب معاها جواب طبي، لان الغياب في اول السنه بيعمل مشاكل. حاضر. وبقى سلمنا على الاستاذ شريف. يوصل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع الف سلامه. الله، شايفه الرجاله؟ عيب يا صافي بقى. حاجه تفرح. وبعدين عيب ايه؟ عيب ايه؟ انت هتفضلي عبيطه كده لحد امتى؟ ركزي بقى. فينك يا سلمى؟ فينك؟ كان زمانك جيتي كده اديتي سوبلكس كده كعبلتيه. هي فين صحيح؟ ما جاتش ليه؟ يا بختها يا بختها. مش فاهمه. مش فاهمه ايه؟ مش فاهمه ايه؟ ركزي بقى، ايه السذاجه اللي انت فيها دي؟ ما تركزي كده. متلخبطة ومش فاهمة ميت حاجة عكس بعض. هو الامتى اللي قبلها يحدد اللي بعد. متلخبطة ومش فاهمة ميت حاجة عكس بعض. هو الامتى اللي قبلها يحدد اللي بعد. بجري والحد امتى لحد ما الاقي سد. بجري والحد امتى مش بلحق اي حد. وده مش ذكاء بجد.
اول ما كلمتها وردت عليا بصراحه كلمته طمني، كان قلقان قوي ده ما نامش. هو ادم كده يعمل العمله ويقعد يقعد جنبها. بس اصل موضوع التليفون ده غريب جدا. مالك مش على بعضك ليه؟ لا مفيش حاجه. تحب نقوم؟ زي ما تحبي يعني. كنت متاكده انك هتقول كده. حبيبي انا ما اقصدش حاجه، بس يعني قلقان. اه لحد يشوفك طبعا مفهوم. تاني؟ لا لا ده نزيده تاني. يلا نقوم. بيبي بليز ما تزعلش. مش فارقه. حبيبي صدقيني هيجي الوقت مناسب وكل. مناسب لمين؟ مناسب لينا. ليك. وانا وانت ايه يعني؟ اتنين ماشيين عكس بعض وبيقوحوا. سلام يا شريف. سار 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 هكلمك تاني يا ادم معلش. باي. سار بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ مش عايزة أتكلم دلوقتي. بعدين بقى في شوية فيها حاجة دي؟ في صحابك دول؟ ايه اللي انا شفته ده؟ يوه سيبي ايدي يا ريت تخليكي في حالك. ردي عليا. لا مش هرد عشان انت اصلا مركيش انك تسأليني. اهلك يعرفوا انك هنا؟ دي حاجة تخصني. انت مسؤولة عني هناك في المدرسة، انما هنا دي حريتي الشخصية. الواد ده كان واخدك على فين؟ ردي احسن لك. زي ما انت اكيد بتعملي بالظبط، ولا هو حلال عليكي وحرام عليا؟ انت قلقت القلق. سلمى ايه اللي حصل؟ ردي عليا. سلمى 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 مشيني من هنا بسرعة. في ايه؟ طب فاهمين بعدين. سلمى بسرعة في ايه؟ سلمى راح في ايه؟ لو سمحت تحت امرك. ممكن تجهز الحساب؟ حاضر يا فندم. حضرتك حاجزه معانا اسبوع. معلش لازم امشي. رحمه تعالي عايزه اتكلمك. خلاص مش عايزه اتكلم في حاجه. طيب لحظه واحده يا فندم. يلا اتفضل. يا ريت بسرعه. تمام اتفضل الحساب يا فندم. شكرا شكرا. هنرجع لك. تحت امرك. قبل ما تبتدي اي سين وجيم اللي كنت وراها دي تلميذه عندي. انا اسف بس انا ما كنتش كل ده علشان اسالك على التلميذه. يبقى جاي تسالني عني انا؟ انت حياتك كلها بقت دفتر اوامر لا اسئله يا شك. ليه بتقولي كده يا رحمه؟ عشان اريحك. انا اتخنقت وجيت هنا عشان ارتاح شويه. انت عايز تعرف ان كنت لوحدي ولا لا؟ اسأل ريسبشن. ممكن تسأل الأمن كمان. إيه اللي بتقولي ده؟ برد على اللي بيدور في دماغك. محترم مش عارف تسأله. أنا
رحمة، احنا لا اول ولا اخر اتنين تحصل لهم مشاكل، والبيوت كلها اسرار وانت عارفة. انا عارفة، بس اي مشكلة ممكن تتحل الا الثقة. لكن لو الثقة راحت الحب ممكن يرجعها. بس الحب محتاج لأمان. انا كنت خايفك تضيع مني. وانت كده حافظت عليا؟ اللي شفته قبلك هو اللي وصلني لكده. وانا اشيل ذنب غيري ليه؟ علشان حبيتك وما حبيتش غيرك. وانا ما تعذبتش من غيرك. بس احنا لسه قدامنا فرصة نرجع اللي فات. تفتكر؟ Yeah.